المشرعون الأمريكيون في مجلس النواب يريدون استعمال سلطتهم التشريعية لتطويق قدرات الصين ومحاصرتها، وذلك عبر مشروع قانون يدعو لتشكيل وحدة تعمل بالتعاون مع الوكالات الفيدرالية المختلفة لوضع خطط للرد المناسب على استعمال بكين لنفوذها الاقتصادي لتحقيق أهداف جيوسياسية. هناك أمران يدفعان نحو هذا النهج. الأول هو أن الصين تقوم بالفعل باستغلال قوتها الاقتصادية لتحقيق مصالحها السياسية، وهو أمر فعلته سابقا مع أستراليا. وهناك سبب سياسي، فمواجهة الصين تحظى بشعبية واسعة عند الناخبين الأمريكيين. هذه الوحدة التي ذكرها مشروع القانون الأمريكي ستشمل مندوبين عن وزارات العدل والتجارة والمالية والزراعة، بالإضافة إلى وزارة الخارجية، وستنسق مع شركات القطاع الخاص. عبر تشكيل هذه الوحدة سيتم تركيز طاقة الحكومة الأمريكية للنظر فيما تقوم به الصين من خلال العمل المشترك لكل هذه الأقسام المختلفة، وتقديم تقرير منتظم للكونغرس حول ما يجب القيام به. إنها خطوة أولى جيدة. مشروع القانون ذكر بالعديد من الأمثلة التي استخدمت فيها الصين ما وصفه أعضاء الكونغرس بسياسات الإكراه الاقتصادي، كفرض قيود على زيارة السياح الصينيين لكوريا الجنوبية بعد نشر سيول لمنظومة دفاع صاروخية أمريكية. المشرعون الأمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تحدثوا بصوت واحد هذه المرة حول ضرورة مواجهة الصين والتصدي لها تشريعيا، وهو ما قد يفتح الباب على مزيد من التوتر بين واشنطن وبكين وفقا لمراقبين. مجدي يازجي، سكاي نيوز عربية، واشنطن.